السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأكارم، من جد سعيدة لوجودي معكم اليوم في حصة جديدة من حصتكم بلسم. رمضان كريم، تصوموا إن شاء الله بالصحة والهنا. عدنا كذلك اليوم في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل. اليوم سنتحدث عن الأمومة والطفولة، لا يفوتنا هذا الموضوع، يعني الأم والطفل في هذا الشهر الفضيل. كيف تصوم المرأة الحامل وكذلك الطفل الصغير؟ متى يصوم؟ متى يكون الصيام عند الأطفال ما فيهش خطورة؟ كذلك المرأة الحامل كيف يكون صيامها صحيح وبدون خطورة لهذا الطفل؟ للحديث على هذا الموضوع الجد شيق، سعيدة بوجود الدكتورة حسناوي غادة، مختصة في طب الأطفال بمستشفى رويبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا. مرحبا. وعلى يساري البروفيسور بالقاسم شافي، مكلف بحماية الأمومة والطفولة بمستشفى وهران. جد سعيدة لوجودك معنا بروفيسور. مرحبا. وكذلك لا يفوتنا الجانب الديني، الأستاذ محمد بن زعيمة إمام. أستاذ مرحبا بك. بكم مرحبا أستاذ. كما قلت في الأول، نبدأ بداية بالأم أو المرأة التي يكون حملها وهن على وهن مدة 9 أشهر، وممكن يكون في هذه 9 أشهر بعض الأيام أو ممكن شهر كامل من هذا الصوم الفضيل. إن شاء الله يكون دائما دعاء باش تكون ذرية صالحة إن شاء الله يا رب. بروفيسور، فيزيولوجية الحمل، بدينا في الأول أنه الحمل ليس بمرض أكيد، لكن فيه يعني كل شيء يتغير عند هذا المرأة. فعلا مباشرة يعني منذ بداية الحمل في تغيرات، يعني فيما يخص يعني مجريان الدم، فيما يخص تكوينات الدم، فيما يخص كثير من الأشياء. وهذا يعني تحضيرا للجنين، يعني في النمو نتاعو حتى 9 شهور هو داخل البطن نتاع ماما. وفيه اختلاف ما بين يعني مثلا الثلاثي الأول، الثلاثي الثاني، والثلاثي الثالث، يعني يختلف شيء ما. فربما الثلاثي الاول يكون فيه تركيب الجنين، يعني يكون مازال تركيبات خياليه، اشياء بسيطه، لكن لازم فيها بعض الاشياء تكون لازمه، مثلا كما حمض الفوليك، يعني لازم حتى ما يكونش فيه تشوهات نتاع الجنين وبعض الاشياء هذه موجوده ولابد تكون. فيه الاملاح المعدنيه، فيه المياه، فيه الاشياء دي كلها تكون موجوده لابد منها. حتى الدم يكون نقص شويه في الجريان تاعو، يعني باش المراه ما يكونش هذا، حتى الخليه المضغه، لان يعني احنا نتكلم عن المضغه فنتكلم عليها دروك. المضغه يمكن لها يعني تدخل في البطن نتاع في هذيك القشره اللي تكون فيها وين يلصق فيها باش يتركب فيها الجنين، حتى ياخذ الدم من الام بدون ما يكون فيه اختلاط نتاع الدم نتاع الام والدم نتاع الطفل. هذا حفاظا على الامراض نتاع الجنين او الامراض نتاع الام. ومن بعد مثلا في الثلاثي الثاني الدم يكون اجرى. علاش؟ لان الجنين خلاص كبر شويه، فات 3 شهور، فيه تركيبات يعني نتاع الأجهزة وكذا، بدا يفرز بعض الأشياء اللي لابد يعني تخرجها الأم من عندها، فالدم لابد يكون شوية سهل في الجرائم. إذن يغير شوية الماء التركيب تاع الدم. حتى مثلا بعض المرات كثير من النساء يكون عندهم شوية فقر دم، يعني إذا ما كانش باين يظهر، يعني حتى ممكن الآن أغلبيتهم يكونوا 60%. عندنا 60% اللي عندهم فقر دم، لكن ما يكونش باين في الأول، بعد يبان مباشرة فذا. أما الحمل الثالث في يعني الثلاثي الثالث الدم يكون نقص شوية في الجريان. علاش؟ كأنه رب سبحانه عز وجل أشار للأم اللي ممكن يزيد عندها الخداج. الخداج هو لاكوشمون بريماتوري. نعم. فهنا باش الدم ما يكونش عندها يعني يكونش عندها هيموراجي، يعني ما يكونش عندها سيلان تاع الدم وكذا، وفي الوقت تاع الازدياد كذلك. يلزم القانون اللي تدميه ما يكونش اكثر. هو قانون رباني، يعني كل حاجه بقدر. اما الجنين لا، الجنين في اول امر يكون تركيبي، ثانيا يكون يعني ينمو الجهاز الاجهزه نتاعو كلها. اما الثالث احنا يعني نقولها بصفه هكا شويه، يعني يقول لك تزيين وتجميل. يعني يبداو يخرجوا له الاظافر، يخرج له الشعر، يخرج له يدير شوي كذا، يدير الشحوم تحت على العظام، كان حتى يأولوا بعض المأكولات باش يكون مثلا الشعر طويل، ولا يعني على باليش الى حقيقه فعلا لكن هذا خطأ، لان الطفل والام عندهم يعني سون دو كومبارتيمون ديفيرون، يعني هنا شيء وعند الطفل شيء ثاني.
الاشياء اللي تفوت يا الحوامض، المياه، السكر يعني خاصه الجلوكوز اللي هو اصغر يعني موليكول تاع الجلوكوز اللي تفوت. لكن مثلا كنت تشوف الانسولين، تلقى الانسولين تاع الطفل والاخ دروك تكلم عليها بالك، ربما عند الطفل نتاعو بوحده ما تفوتش عند الام، ولو تكون مثلا الام ديابيتيك، والانسولين تاع المراه عندها نتاعها ما يفوتش. يعني المشيمه فعلا دايره حاجز ما بين يعني لي دو كومبارتيمون، هذا حمايه الطفل والام كذلك. يعني هذا فيما يخص. فسؤال كان يعني واضح ومهم جدا، لان كثير من الاشياء لابد تكون موجوده، اذا ما كانتش موجوده ربما يكون فيه وقف، توقف نتاع نمو الحمل ويسقط الجنين. او مثلا يجي رقيق في الحجم نتاعو كذا، يكبر يعني هو رقيق في الحجم، او مثلا يكون فيه تشوهات. هذه الاشياء الثلاثه نخافوا منها. نعم، هنا كذلك نقول دائما انه كاين بعض الامهات حتى وما كانش الحمل تاعها الاول، تقول لك لا لا انا لازم عليا مثلا كيما في فصل او شهر رمضان، نقول يقول لك انا نفرق الصوم، يعني ما ناكلش ولا عفوا ناكل ما نصومش باش نمد كل الاكل للجنين ديالي. هل هذا صحيح؟ صحيح وغير صحيح من الناحيه العلميه يعني. نعم نعم نعم، فعلا احنا دائما نبقاو في العلم، ولو نشوفوا بعض المرات بعض الايات. نعم. الايه واضحه، الايه واش تقول؟ الايه يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومن كان منكم مريضا او على سفر. شوف رب سبحانه عز وجل ما قالش، ما جابش في الايه نتاع ومن يطيقونه، لا، هنا قال مريضا او على سفر. كان في مقارنه ما بين المريض والسفر، كانه يشير الى التعب مش الحاجات الاخرى. صحيح. والمرض جاب وحده. صحيح. يعني الطاقه، ولكن الطاقه الجسميه. فمباشرة إذا كانت المرأة مثلا ممكن تصوم وما عندهاش مرض، لأن الحمل ممكن نفصله لعدة أشياء. كان الحمل اللي نعتبره سليم تقريبا 80%. صحيح. عندنا 15% 12% حتى 15% الحمل اللي ربما عالي الخطورة. أنا نعرفه من أول أمر في إن شاء الله. وعندنا واحد 6 8 حتى 7 يظهر تظهر الخطورة اثناء الحمل، يعني مباشره لما المراه تحمل تبدا الاشياء ما تكونش هذيك هي. نعم. علاش؟ لان مثلا ربما عندنا الدم مثلا يزيد عند المراه 50% تقريبا، 45% حتى 50%. هذا باش يكون حاضر للجنين. رب سبحانه وتعالى يقول في الايه الكريمه وجعلنا من الماء كل شيء حي. اسمح لي يعني. نعم. شويه راح يزيد يفصلنا بعد فصلها اكثر. انا غير نقول يعني. نعم. كمل يعني الفكره ومن بعد راح يزيد ينورنا الشيخ. 70% فانه مثلا انت تخصك الماء واش دير وما عندكش الماء وتخاف ما يكونش عندك الماء واش دير؟ تخزن. الرب سبحانه عز وجل بالايات الكريمه نتاع عند المراه تخزن المياه للجنين، فمباشره لما تحمل تبدا تخزن المياه. الهرمونات، كل هرمون يعني كل بروجستيرون تاع الملاح مثلا السيد نتاع الاناسيا الملح يعني يشد يعني موليكول وحده تشد 2%، كل وحده تشد 2%، فيكون فيه تقريبا يعني الماء زياده موجود، ما هو مخزن للجنين باش ما يكونش عنده جفاف من اول امر. فهذه الاشياء تخلي الخدمه تاع القلب تزيد تقريبا تزيد 25% الطاقه تاع ضربات القلب وكذا، وهذا جريان تاع هذا كذلك ليس بمرض لكن شيء عادي عند المراه الحامل. أيوة. فاذا به اذا كانت المراه عندها قلب سليم ما كانش مشكل عادي. اذا ما كان القلب ما كان غير سليم ولا كان عنده واحد الاشياء اللي كانت تقريبا باغيه توضح، تبدا توضح. تبدا مثلا مرض القلب، شريان دموي، يبقى مثلا الضغط الدموي، يبقى السكر، يبقى ولو السكر يعني يتبان تقريبا في اسمه في الثلاثي الثاني. بارك الله فيك. بعدها نزيدو نفصلوا اكثر. استاذ محمد بن زعيمه قال البروفيسور سلامه بن زعميه عفوا سلامة القلب، يعني دائما هنا هذا الموضوع أكيد أنه نطرحهم ليكون القلب سليما من الناحية الدينية وكذلك من الناحية العلمية. المرأة لما تكون حامل بهذا الطفل تبدأ تخمم من قبل، نهار اللي يكون يوقع الحمل تبدأ تقول لا راح يقابلني شهر رمضان ولا راني رايحة نقدر إن شاء الله نصوم ولا لا، أو ممكن يوقع الحمل في الأشهر الأولى والأسابيع الأولى في شهر رمضان. يعني المرأة دائما احنا نعرف انه صحة الأبدان قبل صحة الأديان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك وشكرا للحاضرين دكاترة.
وأنا مسرور جدا أن أستمع من الدكتور إلى هذه المعلومات التي تجمع بين الطب وبين القرآن الكريم. وهذا هو هدف قناة القرآن الكريم. نعم إن شاء الله، جزاه الله خيرا. يعني هذا يعطينا دلالة على أن هذا الكون المنظور هو آية من آيات الله، والقرآن المسطور آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كلام الله، فكلاهما متفق. فكل ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن فهو حقيقة علمية لا شك ولا غبار عليها، قد نعلمها اليوم، قد يعلمها أجيال يأتون من بعدنا. فالله تعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأنا أستمع إليه المشيمة التي تحجز ما بين المرأة والجنين، فتجعل لكل منهما كيانا مستقلا، كذلك جعل الله تعالى البرزخ كما كأنه برزخ. نعم. قال سبحانه وتعالى: والذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله. فهذا الكون يعني محكم لأنه من عند الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، والله سبحانه وتعالى كذلك حكيم في خلقه، حكيم في شرعه. نعم. كما أنه خلق هذا الخلق بحكمة بالغة، أيضا التشريعات التي وضعها للأنام من حلال وحرام ومن تكاليف أيضا تمشي مع الحكمة تاعه والرحمة تاعه، كذلك هي مظهر من مظاهر حكمته ورحمته بعباده. انظر إلى التكاليف المرأة، يعني عندما ولا الرجل، يعني عندما شرع الله تعالى عبادة الصيام ما قال إلزامية على الجميع، هناك أصحاب أعذار، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هذو الذين يطيقونه يعني معناتها يتحملونه بشدة، كالعجوز والشيخ الكبير الهرم أو المريض المرض مزمن، يعني هذو مباشرة ما يستناش يصوم، ما يستناش الوقت تاع القضاء، يطعم مباشرة. وبعدين المرض العابر أو السفر، هذو يفطرون ويقضون أياما أخرى. ومن هؤلاء كذلك المرأة الحامل، فالعلماء نصوا على أن المرأة إذا كانت حاملا فهي داخلة في الرخصة من أصحاب الأعذار، لا أن تفطر كما لا أن تصوم، يعني ما دام رخصة لا كانت. نعم. نعم. فالمرأة عندما تحمل في الحقيقة يعني هذا بشارة خير، إحنا نهنئ كل امرأة حاملا، كل امرأة حامل نهنئها بالمولود، خاصة كما قلت في رمضان. نعم. إن شاء الله يكون بركة عليهم جميعا النساء الحوامل اللي راهم حاملين، خاصة يعني الذين يجهدون ويريدون الصوم. فعلى كل حال هذا المرأة الحمل صحيح متعب وشاق، كما قال الله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. ولكن بالنسبة للعبادة يعني هي والأجر كذلك أستاذ، يعني نعم. بالنسبة للأجر تعالى المرأة الحمد لله إحنا نبشرهن بهذا الأجر العظيم. أكيد، يعني المرأة عندما تحمل وخاصة يعني ذاك الحمل هذاك يتغذى من غذائها وغذائها الروحي والبدني، يعني هذا معروف، ما العلماء قال لك مش غير الغذاء البدني برك، صحيح ويتغذى من طريق الحبل السري من المواد التي يأكلها الجسم، ولكن الغذاء الروحي أيضا. نعم. المرأة إذا كانت في هذاك أثناء الحمل ذاكرة وقارئة للقرآن، شاكرة ترسل التسبيح والتحميد، أن هذا ينعكس انعكاس كبير على المولود. نعم. حتى وجدوا أن هناك ظواهر طفل يحفظ القرآن في مدة يعني قليلة جدا وهو صغير، 3 سنوات 4 سنوات، كأنه برمجة وهو في بطن أمه سبحان الله. لأن أمه كانت تقرأ القرآن أثناء الحمل، خاصة استغلاله في هذا الشهر الفاضل. شهر نعم. وهو كذلك دواء، يعني القرآن الكريم حتى في الدراسات الأخيرة أنه كأنه مخدر، كأنه بنج، يعني حتى الواحد لما يكون عنده الألم لما يكون يتلو فذاك، حتى في المخاض، يعني لما يكون المخاض كاين أمهات لما يكونوا يتلو القرآن راح يكون يخفف ألم المخاض. أكيد العامل النفسي هذا مهم جدا للمرأة. فلهذا تشوف الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة أم مريم لما كانت حاملا امرأة عمران، يعني كانت تناجي الله سبحانه وتعالى، تلك المناجات وتلك التسابيح التي كانت ترسلها وذلك الدعاء كان له أثر كبير على مريم وولدها عيسى. قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا قال الله تعالى؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فلهذا دعاء الأم وذكرها أثناء الحمل مهم جدا. أما عبادة الصوم فهذا
المجال يعني هو واسع جدا والفقهاء تكلموا عليه ولنا تفصيل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. يعني هذا يعني الحديث شيق جدا أستاذ دكتور حسناوي. الطفل هذا يعني كانت الأم تاعو يعني جاهدت في الحمل ديالو، من بعد كذلك لما توضعه يبدأ يكبر تشوفوا كيفاش راح يكون راجل مستقبل أو يعني امرأة في المستقبل. فيزيولوجية الطفل أو يعني هذا الطفل بناءه الجسدي مع النمو أكيد عنده تأثير في خاصة في شهر الفضيل. هنا الأطفال يعني نموهم كيفاش راح يكون وقتاش راح يقدر أو ممكن نقوله يقدر يبدأ ينقص شوية في الماكلة، ما نقولوش يصوم، يبدأ ينقص في الماكلة باش ما تأثرش عليه. نعم، على الصيام عند الأطفال، كي نقولوا صيام عند الأطفال نتحدث على ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى هو اولا وجهه نظر دينيا، يعني نخلوها لاهل الاختصاص. النقطه الثانيه هي نقطه علميه بحته، كي نهضروا على الاشياء البوزيتيف يعني الايجابيه اللي يعطيها الصيام، راهو مع الاكتشاف والعلم الجديد يهضروا على الفوائد، فوائد يعني عظيمه جدا. كل عام راهم يكتشفوا اشياء واشياء كثيره، فالصيام مفيد جدا للانسان عموما. مفيد لانه في 12 ساعه صيام كاين افراز لهرمون النمو، هرمون النمو هذا هرمون جد مهم، يساعد على تجديد الخلايا، صنع بروتينات جديده. 16 14 سامحيني دكتوره، نعم. انه هرمون النمو ماشي فقط مختص او مخصص فقط للاطفال، حتى هرمون النمو هو هرمون طبيعي موجود طبيعي في جسم الانسان، ويكون خاصه هو يكون لو تو ال في مرتفع اثناء مرحله الطفوله، وكل ما نكبروا في العمر كل ما هذا الهرمون ينقص لكن ما يروحش، ما يروحش ينقص يحتاجه. قلنا عنده عده مهام، تجديد الخلايا، يصنع بروتينات جديده مهمه للجسم. ثاني اذا الحق الانسان صام 14 الى 16 ساعه صيام تبدا عمليه الاكسده، هي عمليه جد مهمه. والاكسده يعني الكبد يستعمل الدهون في البطن، الدهون المتراكمه، ويبدا يحللها ويخدم منها كيتونات. هذه الكيتونات هي اللي تولي مصدر طاقه لجسم الانسان. ثالث حاجه ثانيه مهمه في الصيام انه تبدا عمليه البلعمه الذاتيه. البلعمة الذاتية هذه حاجة معجزة، أنه الجسم تاعنا يبدأ ينقي نفسه من جميع السموم، من جميع الخلايا الميتة، الخلايا السرطانية. فانك عنده مهم لفت نخلو هذاك التوب الجهاز الهضمي في حالة راحة، ألوغ الجسم يروح الأشياء الأخرى اللي نسيبوا فيها خلل، ألوغ ينقص هذاك الضغط على الأكل هذاك بصورة دائمة وصورة مرتفعة. وعدة الأطفال في شهر رمضان يكونوا يعني على غير العادة، تكون هذيك الرحمة والراحة، ما يكونش هذاك الشاغب أو إفراط في الحركة. يسير يأثر جدا، ما نقال لك يمد إيفي تاع سعادة، إيفي تاع نعم زيادة هرمون السعادة راحة. وكي نهضروا دوكا عند الصيام عند الطفل، احنا ما نقدروش نحددوا. إذا تبعنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم علموهم في سبعة، يعني أهل الاختصاص يتحدثوا، نعم. علموهم في سبعة ثمانية، ماذا بينا احنا نقولوا إذا كان عندنا طفل فوق ثمانية، ما بين ثمانية إلى عشر سنوات، ويكون ما يعانيش من أمراض مزمنة ويكون عنده صحة جيدة وبنية قوية، لما لا نعودوه على الصيام. بارك الله فيك. نفصلوا أكثر فيما بعد حول الصوم عند الأطفال. نعود نولي لك بروفيسور بلقاسم شافي. الحمل يكون سليما في الأول، ولكن ممكن تكون فيه بعض الخطورات، وهنا دائما نتحدث في هذا الشهر، هنا دائما الحوام تقول لك نصوم ما نصومش، كاين اللي تقول لك لا انا نحاول نصوم، كاين حتى اللي يخبوا على الاطباء يعني ما يصارحوهمش بالمشاكل اللي عندهم فقط لاجل الصيام، لكن ممكن تكون معلومات مغلوطه عند هذا الحوامل. هو فيزيولوجيا يعني المرأة الحامل بما قلنا قبيله باللي ماهوش مرض، ممكن يكون عندها تقرب عند الله سبحانه عز وجل بهذاك الصيام، والتقرب بيولوجي بين الاخت كانت تكلم تاع الاوتوفاجي وكذا، يعني هذا شيء مهم جدا بالنسبه للجسم نتاع المراه حتى هي. خلينا نخليوها تستفيد من هذه الاشياء كلها، لان فعلا يعني الصيام فيه بركه عند الجسم، يعني بركه كبيره جدا. ف نقولوا بلا ما كنا في الثلاثي الاول، ربما المراه تكون اكرمكم الله تكون تردد تقيو هذا، فهذا ربما تقريبا ما يمكنهاش تصوم لخاطر التردد وكذا والعيا، هذا تقريبا ما ولو جسم تاعها سليم جدا وممكن لها ان تصوم. بعض النساء ما يقدروش، ولا تلقاها صايمه يعني تبغي تكون صايمه
ومسكينة تفطر الوقت اللي تتخير. نعم نعم. نضم الشيخ ربما تكلمنا في الموضوع هذا على حساب الملكيين. إذا المرأة كانت تخيرت يعني خلاص النهار مشى ولكن تكمل صيام ومعروف هذا الشيء. بالنسبة للقي يعني القي لا يفطر إذا لم يكن متعمدا. خلاص يعني إذا لم تتعمد التقيؤ أن يغلبها. هو في كل الحالات أنه المرأة الحامل هذاك التقيؤ حيغلبها يعني بدون ما يعني تحس أو تشعر، وفي بعض الحالات يكون فقط ماء كأنه يعني مشكاش الأكل. إذا غلبها ورماته لا شيء عليها، لقول عسى من ذرعه القيء فلا شيء عليه. نعم. لكن لو عاودت بلعته هذاك ولا هذاك اللي لازم، لكن مثلا تعمر الفم تاعها به وعاودت بلعته هنا تكون فتره يعني. وتم فتره تكمل الصوم تاعها وتعاود ترجعه او عفوا تفطر وتعاود ترجعه تقضي هذاك النهار. تفضل. هنا وين تقريبا شويه فيه الفرق نتاعنا. نعم. احنا نقولوا اذا كان المراه تقيات اكرمكم الله، اذا كان مثلا مراه غير حامل ممكن تزيد تكمل النهار ما تفطرش، تكمل النهار يعني وتصوم كذا، لكن احنا في حالة اذا كانت حامل لا، يعني من هذا المنبر انا نقولها اذا كانت تقيات تحبس تكسر الصيام تاعها وتاكل، لان ربما التقية هذيك راه كان فيها يعني اشاره من الجسم على فيه خلل، وربما راه خاصها بعض الاشياء، ربما خاصها الجلوكوز يعني تقليات مشابهه. يعني اذا يستحسن نعم يستحسن تفطر، ما خلاش توصل يعني المرحله نتاع سيتون، خليها معلاش من الاحسن نخلوها حتى تفطر. اذا سامحني بروفيسور حتى ما كان فيها حتى مرض. نعم اذا كان فيه تقيؤ يعني بكثره لازم تراجع الطبيب ديالها، يقدر يكون بعض الاختلاط في الاملاح المعدنيه. لا خلاص هذه حاجه ثانيه، احنا نقولوا مثلا غيرها عاديه شيء عادي وصايمه، وكانت من الاوقات الاخرين مثلا كما كانت سمعت كما تفضل الشيخ يعني بالتفسير وهذا هو سليم جدا يعني، وبغات تزيد تكمل النهار نتاعها يجوز، ما ردتش وكذا يجوز. نعم. عند المرأة الحامل ربما هناك إشارة لأن يعني فيه خلل، يستحسن يعني تحبس ذاك النهار وتاكله، وربي راه عطاها يعني باش بعد الاوقات نتاعها وقتاش تعاود الايام نتاعها. في الثلاثي الثاني يعني تقريبا ما كانش حاجه اللي تخليها تخيا ولا غير كان فيها مرض. الا ما كانش مرض يعني كان باين. احنا قلنا باللي في الامر الاول كاع الامراض المزمنه لابد تروح تراعي مع الطبيب نتاعها المختص يعني في الشيء هذاك باش يقولها واش كان ممكن يفتيلها تقريبا بيولوجيكي يعني. نعم. قال اودي الجسم نتاعك يسمح ولا ما يسمحش، لخاطر كثير من الناس هكذا ولو كانوا عارفينهم يعني روحهم باللي راهم مرض وعندهم الرخصة عند الرب سبحانه عز وجل، لكن تلقاها مصرة وباغية تصوم. نعم. هنا ولو ربما ما يكونش فيه خلل يعني وما فيش خطأ على الطفل، الرب سبحانه عز وجل أعطاها لا ما كان علاش تخلي روحها في صعوبة. هو دائما لما تسأل المرأة الحامل تقول لك هل في خطورة على الجنين، حتى نفسها تنساها. تقول لك إلا كان ما كانش خطورة، إلا كانت خطورة نفطر، إلا ما كانت خطورة حتى وأنت تفهمها واش تقول لك لا أنا يا وليدي الأول كنت صمت في رمضان وما صرا لي حد شيء. فعلا. لكن كل يعني حمل يفرق الحمل الآخر. أيوة. هذا هو المقصود. نعم. يعني إذا كانت سليمه ما كان حتى مشكل، ولكن مثلا شافت روحها باللي ما قدرتش على الصيام ما تصومش حتى من ناحيه الرخصه. لا نعم يعني كل شيء عندها الرخصه. اذا الفرق ما بين المراه اللي تكون حامل والمراه اللي تكون حامل هي حاله النفسيه نتاعها. اذا كانت مثلا سليمه وبغات تصوم اللهم بارك خلوها تربح هذيك. كاين حالات كذلك بروفيسور انه كاين المراه الحامل اللي قاعده الماكثة في المنزل اللي معناتها ما عندهاش اعمال كثيره، وكاين اللي تخرج لبرا تخدم يعني تعمل، وكاين اللي عندها اولاد ثلاثه وكاين اللي الاول. بارك الله فيك. هذا الصنف الثالث هذا اللي بغيت نقول لك، المراه هاي يعني سليمه تقريبا جسميا لكن عندها الاشغال ولو في البيت، اذا كانت ماكثة في البيت او مثلا خارج البيت تلقاها في العمل تاعها ولكن عندها عمل مشيق. لا هنا لا خاطر الحمل هو بنفسه عمل مش فيه شقاء فيه مشقة كبيرة. إذن يستحسن يعني المرأة تفطر وكيف إن شاء الله الآخر تعود لهذا. إحنا قلنا عندها الرخصة بآية كريمة واضحة ما فيها شك. أما الحكم نتاع المرأة كي تكون مريضة خلاص راها تولي في نفس الشيء. غير إحنا كان عندنا واحد تقريب واحد الحالة شوية من ناحية اللغة. إحنا الحمل مع الاسف يسموه المرض. نعم. المرض تقول لك راني مريضه لا حول ولا قوه الا بالله. هو ليس ابدا المرض. ابدا الحمل اذا كان سليم ما فيش مرض.
الكلمه حاله فيزيولوجيه عاديه. ها هذه كما هذه كما نتاع بكري يقول لك باش يعني المراه يقول لك الدار ولا الخيمه. نعم. يعني لا هنا ما كان لا دار لا خيمه. المراه راهي مريضه يعني راهي حامل. اذا كانت المراه حامل هذا حمل هذا يعني الرب سبحانه وتعالى يقول في الايه الكريمه نتاع هذا يقول لك يعني بالنسبه للكادو نهب لمن نشاء. نعم انها هبه. هبه نعم. يهب لمن نشاء. يهب لمن نشاء يعني سي ان كادو. كيف انت تقول عليه مرض؟ هديه تعطيني لنا هديه. رب سبحانه وتعالى يختار الناس اللي يعطيهم الهديه. حتى بروفيسور انه المراه لما تكون حامله في شهر رمضان ولا خارج شهر رمضان كاين كثير يقول لهم انك حامل ريحي ما ديري والو. وهي في الحركه يعني انت تفسر لنا اكثر اهل اختصاص انه الحركه مهمه جدا للمراه الحامله. فعلا الانسان اذا ما تحركش مات. نعم خلاص حتى يعني بالنسبه للجنين يعني ان شاء الله يكون عنده الصحه ما نش عارف تاع شكون تاع الغول كما يقولوا ما بين قوسين. اذا ما تحركش خلاص الدم ما يتحركش والحال خلاص يعني نشوفوا هذاك انتفاخ في الارجل عند المراه الحامل وكذلك زياده الوزن. اذا كان انتفاخ معناه راه كان هنا في شيء راه كان مشكل. الجسم سبحان الذي خلقه هو يقول في خلقه لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم. مباشره ما يظهر عليه شيء راه يفسر هذاك بالفرنسيس يقول له اون اليرت راه يقول لنا حذاري راه عندي شيء راه خلل في حاجه لابد نمشيو نكشف عليه باش نلقاو الخلل هذاك. بروفيسور حبينا يعني نلخصوا انه نقولوا شكون هما النساء وفي اي فصل تقدر يعني ما تصومش ولا تقدر تصوم او بمعنى اكثر انه كثير من النساء على بالي راهم يشوف فينا يقول لك انا راني عندي حمل عادي لكنه كان مثلا تحبط لي لاتونسيون هل نفطر الى حبط لي السكر هل نفطر يعني انت تفضل بنقاط يعني نقولوا باسطر او ثلاث اسطر ولا اربع اسطر نوضحوا ببند عريض شكون هما النساء اللي ما لازمش عليها تصوم في هذا الشهر رمضان. نبداو المراه الاولى اللي ما عندهاش مرض ما ظهرش عليها مرض ومولفه تصوم وجاها حمل في سيدنا رمضان وشافت روحها ما تقيات لاباس عليها وخدامه كي وطبيعي كل شيء طبيعي عندها تصوم ما كانش اللي ملحى من الصوم يعني يستحسن تصوم. المراه عندنا واحد الحاله كي تجيب الاول والثاني والثالث شوي كان الجسم يعني يبدا شويه ربما يضعف. نعم هنا حذاري رغم يعني باسكو عندنا احنا في الجزائر يعني عند النساء عندهم العكس تقول لك انا جايب ثلاثه يعني راني احسن الاول اللي كنت خايفه دوك راني ما نخافش. لا هذا الخوف احنا الخوف يبتدي منين تبدا تزيد المراه تكرر. كل ما كررت كل ما زاد كبرت يعني في العدد نتاع الاطفال ونتاع الحمل كل ما الخطر نعم كل ما الخطر يبقى واقع. اما في الاول الزوج والثاني يعني ربما شويه لاباس. فالمراه هذيك في الاولى لا كان كل شيء لاباس الحمد لله. الا كانت في الثالث الرابع وشافت روحها بدات تعيا ماذا بها تفطر. نعم المرأة إذا كان عندها من قلنا من هذاك الفرقة اللي عندهم مثلا مرض مزمن خلاص هذه راه عندها الرخصة من الأول الأمر راه عندها الرخصة وهي بغات وباشا تروح تشوف المختص تاعها. ممكن أنيميا اللي هي قلت 60% الأنيميا ممكن نداوها. نعم هذه سهلة ممكن تداوى والصوم عادي. راني نتفكر مثلا في مرض القلب اللي عندها الأدوية في النهار على حسب بعض الأوقات مرض نتاع الأعصاب مرض مثلا نتاع السكر الغدة الدرقية خمول الغدة الدرقية بروفيسور ممكن تاكل في الليل الندوة نتاعها وما كاش مشكل لأنه الظاهر عليه أنه الخمول الغدة يكون هذاك الفشل الشديد في اليوم. إذا كانت الندوة نتاعها في الليل معليش لخاطر عندنا ما بين السحور هذا عندنا بالمناسبة الأخت كانت قدمت عليها لكن ربما الأخوات ما سمعوش مليح الجسم تاع الإنسان يتنظف من بعد صيام تاع 12 ساعة يتنظف الجسم تاع الإنسان يعني هنايا سامحني أنه المرأة الحامل تقدر نقولوا ممكن في الأشهر الأولى تصوم عادي إذا كانت في الشهر الأول ولا الشهر الثاني في شهر رمضان والحمل السليم تقدر تصوم عادي تصوم لخاطر الجنين راه يطلب حاجات خفيفة جدا يعني ما عندهاش مازال راه يتركب يعني مازال خلية ومازال ما فيش. أما كي بدا يكبر مثلا في الثلاثي الثاني والثالث هنا يلزموا عدة أشياء باش يعني يدير رعات وكذا هنا يمكن ربما بارك الله فيك بروفيسور. راح نعاودوا للكلام الشيق ونواصلوا كذلك في هذا الموضوع لكن بعد هذا الفيديو للأخت سعاد علمي. نصوم 30 يوم راعية شوية بس نكمل 25 يوم 26 يوم هكا
العيا ونحب نرقد. انا نصوم في رمضان كل يوم. عادي نصوم نورمال نحسلوش منحسش بالتعب. نعيا نعيا كي نصوم ما نعياش. نصومك 30 يوم عاد في نهار كي نكون ناقله نجوع شويه. نبدا بالحليب والتمر وبعديك الشوربه والبوراك والشلاضه والجواز وكروفات كيما ماما ديرنا وواحد الماكلات واحد اخرين. وليت هنا كل التمر بدا نشرب بالك حليب كل خطره كيفاه بدا نصلي بدا في الفطور نروح ناكل شوربه منه ونشرب الشربات وفي السهره ناكل محلبي جلابيه قلب اللوز. ناكل نسبق بالشربه بعدي كان ناكل شلاضه بعدي نروح للجواز بعدي مع تيري نشرب الماء بوراك بالفرماج وبوراك بالموشو وناكل شربه فريك. اولا نبدا بالتمر بعدي نروح نصلي صلاتي نعاود بلي نبدا شربه بعدي بوراك شويه جواز. ناكل شربة بوراك جيت كل شربة البوراك وشربات. ناكل الأولى شربة وزوج بوراك وخلاص. كي أذن نروح نشرب حليب وناكل تمر بعد نصلي بعد ناكل شربة بعد بوراك بعد شلاضة بعد جواز. كي نصلي نروح ناكل طبق ثاني. ناكل بوراك شربة مادا كتنا نشرب شلاضة نشرب الماء ولا شربت اذا كاين ومرات ناكل خبز معاه. في السهره ناكل فلو ولا تاي وكاوكاو. في السهره نشربوا لا تاي وناكلوا قلب اللوز ومنين ذاك جلابيه ومنين ذاك الصوالح احترم. نشرب لا تاي مع قاطو ولا قلب اللوز ولا جلابيه. قلب اللوز ديساق سلطه فخوي لا تاي. في السحور نشرب ماء بعدك تمرات اذا كاين طعام ناكل مع البن ولا الشلاضه. سهر قلب اللوز قهوه حليب ناكل طعام والبن. سحروا بالطعام وماما تخدم لنا الكرات انا نسحروا به. في السحور ناكل طعام ولا جواز ولا شلاضه نشرب الماء. خطرات نصحى خدمه نسحرش خطرات نسحر بالطعام جواز شربة مسحر بالمحلبي طعام. تقدر تشد اليوم كامل؟ ايه نقدر نشد اليوم كامل. ما تتعبش. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاكارم. يعني البراءه في حله رائعه في هذا الشهر الفضيل هما راهم فرحانين وهم يستناو غير واش واقيل واش ياكلوا. دكتوره حسناوي انا ناكل البن انا ناكل يعني سبحان الله هاد شفتي هاد السنه راهم بين 9 سنوات ممكن حتى 11 سنه. قلتي انه ممكن نبداو وقتاش نبداو ندربوهم يصوموا كاول مره. احنا نحبوا نصوموا اولادنا نديروا لهم بعض الحفلات نفرحوا بهم هذا فقط تحبيبا في هذا السنه ولا الركن. نعم شعائر الله سبحانه وتعالى بيان سور جيد جدا انه نولفوهم نعودوهم على الصيام. قلت قبل قليل يعني بين 8 و10 سنوات اذا ما كانش يعاني من امراض مزمنه وما كانش يكون بصحه جيده وبنيه قويه لماذا؟ سامحيني نقول امراض مزمنه ممكن انا نتحدث في بلاصه الامهات والمشاهدات الاكارم تقول لك وليدي عنده لازم يقدر يصوم ولا لا؟ اكيد لازم صح هو مرض مزمن مي عنده تاثير على التنفس ماشي على نو عادي لازم عادي البخات تاع لي بومب غير مفطرين ياك هكا فضيلة الشيخ غير بخاخ غير مفطر يستطيع الصيام. حنا نهضروا امراض مزمنه الامراض الخطيره يعني مثل امراض الانيميا فقر الدم ماشي نقص في الفيتامينات ولا في الحديد لا نقص مرض انيميا الوراثي هذا اكيد ما يصوموش. اللي عندهم بيان سور مرض السرطان ياخذوا الدواء يعني جميع الاطفال اللي ياخذوا الدواء بطريقه منتظمه يعني عنده يعني هو اصلا عنده عذر يعني رباني ونزيدوا نعم وهو كذلك انه يكون حتى صغير نقولوا احنا اطفال حتى 16 سنه معناها هنا البلوغ سامحيني استاذ نقولوا البلوغ عند الطفل وقتاش نبداو نقولوا انه هذا الطفل بالغ. البنت راهو بين سن البلوغ تاعها يعني في حضور الحيض لكن الطفل يعني الذكر. نعم هو
الشرع الإسلامي جعل التكاليف في سن معينة لا يكلف الإنسان حتى يبلغ هذه السن. وسن طبعا له علامات بيولوجية معروفة يعني سواء عند الذكر أو عند الأنثى يعني كما قال وكل تكليف بشرط العقل أو بلوغ بدم أو حمل، يعني هذاك البلوغ تاع المرأة مثلا ينزل عليها الدم إذا جاءت الدورة الشهرية فقد بلغت أو نزول المني بالنسبة لها كذلك أو بالنسبة للذكر الاحتلام يعني يولي عنده الاحتلام أو إنبات الشعر في المواضع المعروفة هذه العلامات البيولوجية يتفق عليها العلماء. هذا قد يبلغ بعض الناس في سن أقل من 15 سنة وبعضهم ربما يتأخر وعلى حسب البيئات كذلك. نعم ولكن إذا كان لم تظهر العلامات هذه بعض الناس لا تظهر عليهم العلامات فالناس هنا العلماء راحوا للسن. السن يعني هو غالب الفقهاء يقولوا 15 سنة 15 سنة هو سن البلوغ بدليل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لأنه كان أقل من 15 سنة ولكن أجازه في غزوة الخندق بعد أن بلغ 15 سنة. فهذا هو المعروف عند الفقهاء سن البلوغ. وقبل ذلك يعني كما تفضلت الدكتورة يستحسن للأولياء أنهم يدربوا الأولاد يعني هذا من باب التربية والتعليم على الشعائر حتى ما لا يفاجأوا لما يبلغوا ربما يفاجأون في البلوغ يجيهم حاجة صعبة صحيح ربما يكون هذا سبب في نفورهم. لذلك يستحب تعويد الفتاة تعويد الفتاة الغلام منذ الصغر يعني كما قال الحديث من 7 سنين كما الصلاة كما الصوم كذلك العلماء قاسوا الصوم على الصلاة قالوا يستحسن أيضا أن يدرب الصبيان ويشجع كذلك هذا مهم جدا يعني هذاك الولد لما يصوم أول مرة راه دار إنجاز عظيم جدا فالعائلات شوفوا كيف تشجع الأولاد لما يصوموا أول مرة يعني حتى عادتنا جميلة يعني نمد لهم حفلة بسيطة في المنزل تنساش. نعم ما تنساش ونمد لهم كل شوية يتقرب إلى الطاولة يعني كأنه هو ملك في هذه القعدة. ويستحسن كذلك يتدرب بالتدرج يعني مش يصوم المرة الأولى يصوم شهر كامل شفنا كما كانوا الأولاد يذكروا بعضها يصوم 10 أيام يبدأ العام الآخر يصوم 20 يوم كان يصوموا نصف يوم ونقول لهم لصقوه مع اليوم الآخر ويولي يوم وكذلك ينبغي كما قال العلماء يراعى الحالة الصحية تاع الأولاد. بالنسبة للحالة الصحية كذلك بارك الله فيك أستاذ هنا كنا تحدثنا على بعض الأمراض المزمنة كان أطفال كذلك عندهم قولون عصبي هنا كاين تقول لك عنده القولون وليدي ما نقدرش نصومه لكن الأطفال يصرون على الصوم كذلك الجيل هذا يحب الصوم كثيرا نعم. يعني الحمد لله نعم هناك امراض مزمنه ينقدروا يصوم فيها الطفل باغ اكزومبل اذا اختينا زعما كيما اللي عندهم مالادي سيلياك حساسيه للغلوتين بوركوا با اذا حب يصوم لا يوجد مانع يعني ممكن يكون راحه كذلك يعني ليهم نعم هو راحه للجهاز الهضمي ليهم وثانيك نعرفوا بلي الاطفال في هذا كلاش صعيب جدا انك تعوديه ياكل هادي وما ياكلش هادي يعني يبداو شغل يديروا دي كيفاش نقولوا حنا دي زيكار دو ريجيم يعني يقدر يخطف لك هذيك من هنا على رمضان سي اون فسحه رائعه يعني باش واحد يقدر كذلك جاتني فكره انه في هذا الشهر كذلك نقللوا لهم من السكريات هذا المشكل هي نورمالمون مي هذيك العادات والتقاليد تاعنا يعني اللمجه اللي كانوا يدوها في المدرسه نعم دائما احنا نهضروا الاطباء الاطفال انه هذيك اللمجه هذيك والله ما عندها حتى معنى الطفل ياكل على ثمن صباحا علاش يعاود ياكل على العشرة يعني وكان غير هذيك اللمجه عباره غير على مواد ضاره كلها سكريات بسيطه ليس لها فائده نعود لهذيك الامراض المزمنه الاخرى كما لاحظنا هذا الاعوام ولا عندنا مرض السكري النوع الثاني عند الاطفال عند المراهقين احنا نعرفوا باللي الطفل عنده مرض السكري نوع واحد اللي هو يعود الى هو حاجه جينيه الانسولين لا توجد يعني سيكريسيون تاع الانسولين من طرف البنكرياس وكاين الرقم التيب النوع الثاني اللي هو اللي يجي من الكبار يعني اكزاكتوم هي مقاومه الانسولين وبعد ظهور مرض السكري رقم 2 كما هذا شهر رمضان هو فرصه باش يصوم ويسقم يحسن نوعيه الغذاء تاعو ويقوم بحميه لماذا يعني اذا كان ولدك يعاني من سمنه ولا وزن زائد الصيام نعم
التعديل كما قلتي في الوجبات. نعم تعديل وتنظيم ويبدا. احنا قلنا باللي سبحان الله هذا شهر الصيام انك تغسلي الجسم تاعك من جميع الاشياء الضاره عليه. سبحان الله. فانك عندنا شنا نشاهدوا قديما يعني غير في السنوات الاخيره نشوفوا في الاستعجالات الطبيه تاع الكبار مور صلاه المغرب مشاكل يعني موجات موجات من القولون تقيؤ العصبي والم المعده والم دوك رانا نشوفوها حاليا عند الاطفال. عند الاطفال ثاني تخمه سمنه الاكل هذاك المفرط ويعانيوا من القولون اللي هو القولون العصبي اللي الدراسات الحديثه اثبتت انه في حاله الصيام الجهاز الهضمي يتكون من ميكروبات اللي هي ميكروبيوت سي دي ميكروبيوت كاين ذره وكاين الحميده وكاين الذره. في حاله الصيام الحميده سبحان الله تولي تعزز نعم تعزز الوغ مليح ليهم الصيام ما شاء الله. يعني حتى الان كل وصفات يعني اللي تكون خاصه في البلدان الاوروبيه والامريكيه حتى انهم راهم يمتوا هذا البروبيوتيك نعم وامراض سرطان يعالج بالصيام سبحان الله. كذلك هنا دكتوره لو هذا الطفل يعني اليوم الاول ديالو صام ولا ممكن حتى صام اليوم الثاني والثالث شنو هما الحاجات اللي لازم نعسوهم في هذاك الطفل كي بدا يصوم؟ نعم هذه هي نقطه مهمه جدا. احنا مش نخافوا النقص انخفاض نسبه السكر في الدم اولا نقول لهم لازم يسحروا دكتوره نعم يجب نضل السحور والسحور لازم تكون مش بس صحيه بارك الله فيك نعم وتاخير السحور من سنه التاني بالسحور والتعجيل بالفطر نعم السحور لازم يكون يتكون من بروتينات ولازم يكون فيه سكريات بطيئه ماشي غير سكريات هذيك السريعه لازم يكون وجبه متكامله يعني احنا عندنا لافونتاج تاعنا عندنا الطعام بالزبيب هذه نعم. حاجه مليحه احنا عندنا مع الحليب ولا اللبن الفواكه يعني راهي متاحه نعم خاصه الموز ياك هو غني فيه بزاف بزاف الاملاح يحبوه الاطفال. ثاني حاجه احنا واش نخافوا واش المضاعفات اللي تقدر تصرى له اللي لازم احنا نعسوها. اولا قلنا انخفاض نسبه السكر في الدم اللي هي تقدر ما تبانش وما تكتشفهاش الام زعما الم شديد في البطن يعني شغل جوع مؤلم جوع مؤلم حاله زعما تعب شديد يحس بالاغماء تعرق ارتجاف في الاطراف هادو هما الاعراض كامل لازم الام واش دير اول حاجه لازم تعطي له ماء بالسكر ولا عصير ويوقف الصيام تاعو والنوم الكثير في هذاك اليوم دكتوره عند الاطفال والله يعني حنا كان شفنا يعني في الاستعجالات في وفي الـ في الـ عندها عامين ولا ان انفون هكا ثاني راح للام تاعو قال لها راني نحس روحي عيان وكانوا قعدوا ساعتين فقط للصيام قالت له وليدي روح ترقد اما للاسف دخل في غيبوبه ودخل يعني لازم واحد يكون اولادنا مسؤوليه تاعنا احنا الام اللي قالت لوليدها تصوم عسي وليدك مادام ماشي صوم وخلاص. ثاني اشياء ثاني حاجه مهمه جدا انه يبدل نمط النوم عند الطفل نعم في شهر رمضان الام واش دير تخليه الليل بكامله وهو نايض خاصه في العطله يعني رايحين يركضوا سكريات اخرى ومن بعد النوم اليوم كله هو نائم يعني فضيله الشيخ يقدر يتحدث لنا هنا واش هذا الجيل اللي رانا نجيبوه فيه نعم يخمم انه الصيام هو نوم يعني كي نغتنموا فرصه يعني فرصه انه دائما حنا نحبوا الحاجه المليحه ومن هذا القناه يعني الكريمه ومن حصه بلسم نتكلموا على الحاله العلميه انه في الصوم يكون يعني المخ كما نقولوا بالعاميه راه يقدر يستوعب تحفيظ القران في هذا الشهر الفضيل ممكن نقوموا لهم ببعض المسابقات يعني باش ما نخلوهمش يرقدوا كثير هذا الاطفال. استاذ هنا وانت كيفاش راح تحفز هذا الاطفال نقولوا ممكن حتى انه راح يكونوا هدايا في اخر اليوم لواحد مثلا قرا قران ولا صام ندربوهم على الصوم في 5 صلوات يعني في الوقت تحدثنا اكثر على باش نزيدوا نشوقوهم هذا الاطفال على الصوم والعبادات. نعم هذا باب يعني عظيم يمكن اننا نلج منه لنرقي مستوى اطفالنا ونرقى بهم في هذا الشعيره من وفي شهر رمضان المعظم ويكون عندهم يعني هذه القوة الروحية والبدنية تدفعهم لأن يكونوا فعلا يعني صالحين ومتقربين إلى الله سبحانه وتعالى ويشعرون بلذة العبادة وبلذة الانتصار على النفس وعلى الشيطان. هذا شيء مهم جدا عند الطفل يتربى عليه منذ الصغر ولهذا كما تفضلت الدكتورة يعني ماذا بنا نراعوهم ما نخلوهمش هكذا يعني قال صوم وخلاصوا يعني راعيه وهو
سائم وهو في البيت وهو تشوف التصرف تاعو مع خاوته كيفاش ياكل. النهم تاعو تعالج هذه، لان العبادات كلها في الحقيقه جاءت من اجل تهذيب الاخلاق. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشربه. الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلها رسائل اخلاقيه من هذه العبادات. إذن فنحن عندما نصوم، قال النوم هذا شيء، النوم نهار كامل هذا ممكن يديروا قيلولة، ممكن يديروا قيلولة، قال حتى ولو صومك صحيح ولكن الأجر تاعك ناقص نهار كامل. عندك أوقات تاع الصلوات. نعم، احنا نشوفوا الصلاة جعلها ربي سبحانه وتعالى تدور على 24 ساعة. يعني ما فيش صلاة خاصة بالليل ونهار ترقد، هناك صلاة في النهار كذلك ينبغي أن نقوم بها. فهموه باللي محافظ على الصلاة خاصة في رمضان راهي تزيد في الرصيد تاعك وتزيد في الرصيد تاع الوالدين تاعك. نعم بارك الله فيك. نقول لك انه الاجر سبحان الله. انه سوف يعني ناخذ ان شاء الله يا رب اجر الصوم، اجر العبادات، اجر يعني هذاك يعني. حتى كنت تحدثت مع امام انه تكفير من الكبائر عند يعني تربيه الاولاد، يعني تربيه الاطفال راح توقف هذيك الام. حتى الاب نذكرهم باحاديث الرسول عليه السلام كل مما يليك، حتى يعني ونذكرهم كذلك بالناس اللي ما تقدرش تاكل. حتى هناك درس في الابتدائي يدرس حول الصوم، انه اداب الصوم، اداب الصبر، يعني نتفكروا الفقراء المساكين. يعني هنا دائما نستغلوا رمضان في تربيه الاولاد على الانفاق والصدقه. بارك الله فيك. انه سقيا الماء عند يعني مثلا قال يلا وليدي اليوم رايح نبعثوا نفقه ولا طعام للجيران مثلا او لعائله فلانيه، قال انت نكلفوك باش تديها. نعم، يقوم بهذا العمل بهذه المهمه ونشكره على ذلك، ويعني يربح يعني في هذا، ينتصر على هذاك الشح اللي عنده. نعم، ينتصر على كذلك الانانيه، يشوف باللي الناس كاين راهم محتاجين، ولما يحسن اليهم راه ايضا يعني هو يحس بالسعاده. نعم، الاحسان الى الغير هذا من اعظم اسباب السعاده. ونفهموه باللي النبي صلى الله عليه وسلم كيجي رمضان كان مركز على ثلاث اعمال رئيسيه. نعم، ما هي؟ الصوم، تصوم الصوم الحقيقي، الصوم يعني مش غير عن الاكل فقط، صوم الجوارح، صوم القلب كما قال ابو حمد الغزالي رحمه الله، صومه ثلاث مراتب. فاما المرتبه الاولى فهي صوم خاصه الخاصه، أن يصوم القلب عما سوى الله، وأما الخاصة الثاني فهو صوم الخاصة وأن تصوم الجوارح، والثالث صوم العامة أن تصوم أن يصوم البطن. فإحنا ندربوه من هذه الطريقة. كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على الصوم وعلى قراءة القرآن كما تفضلت. يقدروا الأولاد في هذا الشهر يستغلوا فرصة باش يقرأوا القرآن، يجيبوا ختمة إن شاء الله، ويدوا الأجر العظيم مع والديهم ختم القرآن الكريم. أذكر أن أحد العلماء لما حضرته الوفاة، هذا بكر بن عياش من احد شيوخ صحيح مسلم صاحب الصحيح، لما حضرته الوفاة قال لابنته لا تبكي على ابيك فاني ختمت القران في هذا الزاويه من البيت 5000 ختمه. انظروا كيف كانوا يتقربوا بالتلاوه تاع القران، كلام الله يتعبد به. ونقول اذا قدرت تحفظ كذا في رمضان شيء فرصه عظيمه جدا، تنتسب الى حلقات التحفيظ في المسجد. نعم، القران ومع الحي مع الزملاء تاعك. اجعل هذا الشهر، اجعلوا الوالدين هما يلعبوا دور كبير. انا اقول دائما الولد الناجح هو الذي تكون عنده الرغبة ويكون عند والديه كليهما الرغبة. بارك الله فيك. عارف. شكرا. أكيد أنه دائما إن شاء الله ربي يقدرنا ويقدر يعني يكونوا كلنا مسؤولين، كإما يعني درسوا في المساجد، أطباء يتمدوا دائما النصائح. هناك كذلك عادات سيئة ممكن تقوم بهم الأم وحتى يعني طفل هذاك اليوم من ناحية الأكل، وممكن أشياء أخرى. لا، الأكل مهم جدا عند الأطفال. ما ننساوش بلي هذا الطفل هو في حالة نمو، يحتاج إلى بروتين، يحتاج إلى دسم وسكر بصفة أقل. وإحنا شهر رمضان يعني عندنا عادات سيئة يعني دخلت في هذا الشهر. ناكلوا كثير من السكريات. نعم، كثير جدا من السكريات. يقول لك انا وليدي ما ياكلش دونك نحب نمدلو، ايوا ياكل غير سقايط كما نقولوا بالعاميه، كل حاجه حلوه نجيب له هذيك الحاجه حلوه. صح، يعني احنا رانا كاع نعانوا من هذا المشكل. المغريات اللي موجوده في السوق يعني تغلبت على الحاجه الفائده. بصح حنا نسيو دائما ننصحوهم غذاء متزن، فواكه. نتعاملوا مع رمضان معامله عاديه. فوق واحد يقول بلي خلاص جا رمضان لازم هادي وهادي،
عادي وهذه العكس نكونوا عاديين وان شاء الله هذا هو اهم حاجه. نعم كنت كذلك انه سمعت مستشاره في تربيه الاولاد العلاقات الزوجيه قالت انه ما يؤلم قلبك الان سوف يسعدك في المستقبل. يعني احنا ولادنا نمشوا بالغريزه قولوا لا لا ندير وش يحب ياكل على خاطرش باش ما يصابش بالعقد، حتى انه هذه بعض الحالات دخلتنا ولا لا وليدي معليش هو ديجا ما ياكلش نخليه ياكل بعض الحاجات اللي يشريهم هو. حقيقه انه نحبوا نسمعوا له لكن كاين اشياء مضره ليه، كثير من الاشياء المضره، النظام المشروبات الغازيه، البداية الأكل كذلك بشيء الحلو دكتورة. نعم والدراسات قالت لي بدأ يأكل بشيء حلو سكريات قال يولي جسمه يطلب هذيك السكريات أكثر وممكن يدير هبوط سريع في السكر. هبوط سريع في السكر لماذا؟ باسكو الأنسولين اللي يدير الذروة تاع الإفراز تاع هرمون الأنسولين اللي هو اللي يدير هذيك الإيبوغليسيمي ويخليك دائما متعب وتحب النوم والسحور كيف كيف نزيد نضو نتسحر ونزيدو ناكلو سكريات كثير من السكريات قلب اللوز الزلابيه. يعني صح عاداتنا يعني للاسف. وهل حقيقه انه لما الطفل تقول لك هو يصوم وما ياكلش ولو كان نطيبلوش هذيك الحاجه يعني اللي ممكن نقولوا غير صحيه بين قوسين او ما تليقش به معناتها ما ياكلش، هل يعني الطفل حقيقه هذه المعلومه انه لو ما ياكل يعني واحد اللي ما يحبش ياكل حاجه يقعد ممكن 3 ايام ما ياكل والو نهار يجوع ياكل يجوع ياكل العكس نعم يجوع ياكل بصفه عاديه وهذه والله راهي حرب حقيقه جهاد على الام يعني عليها سواء كنا اطباء سواء كنا امهات ان شاء الله دائما النصائح تاعنا تلحق كل بيت. استاذ محمد بن زيمية قل لي في يعني في الاخير او ليس في اخر فقط حصه لكن ممكن هناك عادات سيئة نقدروا نتغلبوا عليهم خاصة يعني بالنسبة لأولادنا احنا ككبار نتعلموا كذلك باش نجسدوهم لأولادنا وأطفالنا. عادات ممكن سيئة نقضوا عليها في هذا الشهر الفضيل. أكيد يعني هناك كثير من العادات والآفات اللي يمكن الناس يعني مثلا التدخين. التدخين يعني حتى المراهقين الآن راهم يدخنوا فرصة. يعني نقول الكثير من المدخنين يعني جاتهم فرصة في رمضان وكثير منهم فعلا استطاعوا ان ينتصروا على هذا التدخين وتغلبوا عليه وتركوه. نعم وهذا درس للاولاد، درس للاولاد بانه فعلا تقدروا ديروا حوايج بزاف عندما تصوموا تتركوا يعني هذه الافات اللي هي مثلا المخدرات. نعم تتركوا التدخين تبتعدوا عن يعني معاكسه الفتيات مثلا هذه الأشياء اللي رانا نشوفها في المجتمع وتؤدي إلى سلبيات كثيرة جدا تسكع في الطرقات. لهذا رمضان جاء ليسلبنا ويخرج منا الرذائل ويحلينا بالفضائل إن شاء الله يا رب. فنجتهد نعم إن شاء الله. بهذه المناسبة ما ننسوش أطفالنا في فلسطين. نعم أطفال غزة اللي راهم الآن يعني فعلا جاءهم هذا الموسم فنسأل الله تعالى أن يكون معهم إن شاء الله يا رب وأن يطعمهم إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك. كذلك مشكور البروفيسور بالقاسم شافي يعني اللي تركنا في هذا الوهلة على معلوماته القيمة. وكذلك أختم الفرصة ونقول بشرى للمرأة الحامل وإن شاء الله ربي يرزق كل أم يعني وكل امرأة إن شاء الله تنتظر مولودها. يعني في الختام فقط أستاذ البشرى لكل أم راهي تتعب، قلت في الأول وهن على وهن. نعم المرأة فعلا يعني مجاهدة وخاصة يظهر جهادها أكثر في رمضان عندما تكون حاملا مثلا وعندما هي تكلف بأن تطعم الصائمين. نعم هذا رأي فيها أجر كبير يساعدك كما يعني نعم إيه. نعم يعني تكون تسببا كما قال لي واحد في ذلك الفيتامينات اللي رانا راح نصلوا بهم سبحان الله نقرأ بهم القرآن وهذاك النشاط في العبادة هذاك منين جات؟ هذا هو تشجيع يعني للطبخ وللعمل. نعم باش تدير نية القربة ماذا بها كما يقولوا تنوي بهذا كل ما دارت النية تؤجر على نيتها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه عبادة والمعين عليها اللي يفطر الصائم ولا اللي يطيب للصائم
كذلك يدي أجر الصائم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله نصومه وربي سبحانه إن شاء الله يتقبل. دكتورة في الختام نصائح لتقدميهم للأمهات والأطفال، أكيد أن أطفالهم يشوفوا فيك. النصيحة اللي نقدموها أن الصيام شهر الصيام هو له فوائد كثيرة وعلى سور لو بلان صحة الإنسان وعلى وثاني في المجال الديني، يعني نستغلوا الصيام وإن شاء الله ربي يتقبل منا ورمضان كريم للجميع إن شاء الله. نعم يعني هنا قلت انه ممكن الامهات دائما يحيروا كيفاش راح يمدوا وجبه اللي تقترحيها عليهم لهذ الاولاد اللي ممكن خاصه في اليوم الاول لما يصوموا اللي يقدر يقوي بها البدن ديالو. معنا الوجبة أول حاجة في الساحور احنا قلنا بلي عندنا طعام مع المكسرات، هي وجبة صحية ولفت فيها مكسرات مفيدين جدا للصحة. ثانيا يعني الفواكه، قلنا الموز، قلنا ثاني البرتقال، عندنا في شهر البرتقال ليس عسل البرتقال لأنه غني كثير بالسكريات، بل برتقال حبة برتقال. وشكرا بارك الله فيك دكتورة. شكرا. صحة عندكم تصوموا بصحة والهنا. بارك الله فيك أستاذة على كل يعني أعطيتنا أمل وشجعتنا أكثر يعني في هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله تصوموا بصحة ولهنا وصحة فطوركم في حصة مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله.